مريم فتحي، بعمل مكياج سينمائي اللي هو ميك اب زومبي وكده. بحب الموضوع ده جدا. جربت كذا حاجة أخش فيها قبل كده، ما يعني جربت دخلت في مجالات كتير بس ما يعني ما ارتحتش فيها، ولقيت كله بيعمل يعني كله في ناس عاملاها قبل كده، فأنا من النوع اللي بحب التميز شوية وبحب أبقى لوحدي في حاجة اللي هو محدش بيعمل زيي وكده. فبدأت أدور على كذا حاجة مش موجودة في اسماعيلية، فلقيت إن ميك اب زومبي مفيش في اسماعيلية غيري حاليا، مفيش خالص. ف غير كده إن أنا بعرف أبدع فيه، بعرف أطلع حاجة حلوة، فقلت هركز عليه واجتهدت فيه شوية، وكل يوم بكتشف حاجة وتطور وكده، وبحاول أطور من نفسي. بس حلمي ان شاء الله وطموحي ان انا اخش بقى مكياج سينمائي، في اعمل مثلا مكياج لممثل ما في فيلم او مسلسل او اي حاجة من دي، يعني اخش في السينما ان انا اعدي شوية المرحلة اللي انا فيها. وبحاول كمان اخش في مراحل اصعب من الشغل اللي انا بعمله، ان الجروح مثلا والزومبي اللي انا بعمله والحاجات دي، كل يوم في حاجة بتطلع جديدة وفي تفاصيل بتزود حقيقة الجرح اكتر، فبحاول ان انا ابقى واقعية اكتر والحاجة تبقى حقيقية كأنها فعلا مثلا ايه مقطوعة حقيقي، حاجة مقطوعة حقيقي يعني.